بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الإخوة الذين اقترحوا علي وأتاحوا الفرصة لهذه الكلمة المتواضعة الصغيرة. أنا سعيد بأن أكون بين إخواني في هذه الديار. تقدم. أنا سعيد من أكون بين إخواني، وأتمنى لكم ولجميع الإخوة الذين يسهرون على هذا المسجد وهذا المخر بكل التوفيق إن شاء الله. وجزا الله خيرا الذين كانوا سببا في إنشائه وسببا في استمراره وسببا في رعايته، جزاهم الله كل خير وكتب كل ما تمت فيه من أعمال حسنات لهم في صحائفهم يوم القيامة إن شاء الله. أريد فقط أن أتقاسم معكم بعض الخواطر انطلاقا من آيات سورة آل عمران التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذه الآيات من سورة آل عمران أصل من أصول بناء الأمة، أمة الإسلام، وفيها من التوجيهات الربانية، التوجيهات الإلهية، ما إذا أردنا أن نقول يمكن أن يبني عليه المسلمون بناء صلبا فيما بينهم إذا التزموا بهذه التوجيهات. ومع الأسف الشديد فإن المسلمين في كثير من الأزمنة عبر التاريخ وفي كثير من الأمكنة عملوا بعكس مقتضى هذه الآيات، ولذلك رأينا كثير من المحن من الشقاق والصراع والتدابر والتفرق والتشتت في كثير من أوساط المسلمين في أزمنة مضت وفي هذا الزمن أيضا. والتشتت والتفرق والتنازع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الضعف وإلى ما أسماه القرآن الكريم بذهاب الريح، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقد حذرنا القرآن أيضا من هذا التنازع ومن هذا الشقاق الذي يؤدي إلى ضعف المسلمين وإلى استنفاد جهودهم في الصراع فيما بينهم. ولذلك رأينا هذه الآيات في سورة آل عمران استعملت
ألفاظا وتحذيرات شديدة اللهجة، فقرنت التفرق والتنازع بين المسلمين بالكفر، قارنته بالكفر، وجعلته سببا من أسباب عذاب الله يوم القيامة، جعلته سببا من أسباب عذاب الله يوم القيامة. وليس هناك تحذير في القرآن ولا وعيد في القرآن أشد من هذا الوعيد، لأنه قمة العقوبة هي أن يجعل بعض المسلمين كأنهم في سلك الكفار، ليسوا كفارا عقديين ولكن كفار من حيث أعمالهم ونتيجة أعمالهم وتأثيرها على الأمة. وحذرتهم الآيات من العذاب الشديد يوم القيامة، مع أن العذاب هو أصلا للكفار، ولكن العصاة من أهل التوحيد أيضا يمكن أن يمروا بالعذاب لكون الذنوب التي ارتكبوها والمخالفات التي أتوها تستحق هذا العذاب. وأخطر هذه الذنوب وهذه المخالفات هو التفرق والتنازع بين المسلمين. الآيات تبدأ بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة، لا قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا التحذير الأول، أن التفرق يؤدي إلى العذاب العظيم، وهو يخاطب من؟ يخاطب مسلمين. وسبب نزول الآية هو التنازع الذي وقع بين المهاجرين والأنصار اللي هم من صفوة المسلمين، كثير منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يبين لنا هذا خطر التفرق وخطر الشقاق بين المسلمين. ولتكن منكم أمة، هذه الآية استعملت إضافة إلى الوعيد الترغيب، إضافة إلى الترهيب استعملت هنا الترغيب في الصالحات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هو صحيح أن الهدف من هذه الآية هو ترغيب المسلمين في أن يدعوا إلى الله وأن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن كل مسلم يرث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته في التعريف بالدين، في تعليم الناس هذا الدين، في تحبيب هذا الدين إلى الناس. لكن هناك مقصد ثاني من الآية، وهو أن هذه المهمة تقوم في إطار التعاون بين المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كان من الممكن القرآن أن يوجه الأمر بالدعوة إلى الخير وبالأمر معروف والنهي عن المنكر مباشرة، مثل كثير من الأوامر الموجهة في القرآن إلى المسلمين يقومون بها فرادى ويقومون منها جماعات. لكن هذه الوظيفة الأساسية، وظيفة الشهادة على الناس، لا تقوم بها إلا الأمة مجتمعة أو فرق من الأمة مجتمعة، لأن وظيفة الدعوة وظيفة صعبة، قد يقوم الأفراد بجهود منها، ولكن الأهم في الدعوة هو أن يكون المسلمون متحدين، أن يكون المسلمون متعاونين على حمل ثقيل مثل حمل الدعوة. وأظن أن التوحد، توحد جهود المسلمين على الدعوة فينظر إليهم الناس وهم على قلب رجل واحد، أهم طريقة وأفضل طريقة للدعوة، لأن هذاك التحابب والتعاطف والتقارب والتعاون بين المسلمين
يجب أن يكون نموذجيا إلى حد أن الناس يأتون إلى الدعوة ويؤمنون ويدخلون في دين الله أفواجا فقط لأنهم يرون نموذجا من هذا التسامي في العلاقات البشرية. عبرت جيدا أم لا؟ بمعنى أن السلوك التعاون والسلوك التعاطف بين المسلمين هو أسلوب من أساليب الدعوة ولو لم ينطق المسلمون بها كلاما، لكن أفعالهم وسلوكهم يمكن أن يكون شاهدا على أنهم خير أمة أخرجت للناس قبل أن تنطق ألسنتهم وأن يتكلم كلامهم. أظن بأن هذا ملحظ من ملاحظ التي يمكن أن نفهمها من هذه الآية الكريمة. إنكم أيها المسلمين عندما تتحدون، عندما يتعاطف بعضكم على بعض، عندما يساعد بعضكم بعضا، عندما تتعاونون، عندما تعطون نموذجا من العلاقات الإنسانية الراقية، فأنتم تصبحون أكبر الدعاة لأنكم تعطون نموذجا لما يمكن لهذا الدين أن يحققه من سعادة للمسلمين أفرادا وجماعات على الأرض. ولتكن منكم أمة، فبدأت الآية بالأمة قبل أن تتحدث عن الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كأن غيرهم يخشى عليهم ألا يكونوا مفلحين، وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله أن يقينا وإياكم من عذابه ومن غضبه سبحانه وتعالى. يذكرني هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم الذي يقول فيه، في صحيح مسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التعاطف بين المسلمين جزء من الإيمان، ليس شيئا منفصلا عن الإيمان. بقدر ما يقل هذا التعاطف والتعاون بين المسلمين بقدر ما يقل إيمانهم بالله، وأنتم تعرفون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما قال علماء الإسلام. الإيمان دائما هو هذا، يزيد وينقص في حالة تموجية، في مسار تموجي على حسب سلوك الإنسان في الواقع. كل معصية تنقص من إيمان الإنسان، وكل طاعة تزيد من إيمان الإنسان وتقربه إلى الله. ولذلك قال العلماء: بقدر ما يأتي الإنسان الطاعات بقدر ما يكون عنده الاستعداد لمزيد من الطاعات، بقدر ما يتساهل الإنسان في المعاصي بقدر ما يكون عنده الاستعداد لمزيد من المعاصي، ما يسمى بسلاسل العيوب. كل عيب يجر عيبا وكل معصية تجر معصية، والعكس أيضا، كل حسنة تجر حسنة وكل طاعة تجر طاعة. فلذلك يجب الإنسان أن لا يتساهل في المعاصي ولو كانت صغيرة. وقد قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه الإمام أحمد: يحذرنا من الاستهانة بالمعاصي الصغيرة، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. يجب أن لا نستهين بقليل الذنوب. وعندما وما دمنا نتحدث عن التعاون والتقارب والتعاطف والمحبة بين المسلمين، فيجب أن نحذر من أي سلوك أو أي تصرف يشوش على هذه العلاقة، لأن هذه السلوكات والتصرفات تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشقاق، وبالتالي إلى هذا التفرق الذي حذرت منه الآيات. ولذلك ركزت كثير من
النصوص القرآنية والحديثية على مثلا حذرت من سوء الظن، التأويل، تصرف الأخ أخيك المسلم على نحو سيء بدلا من أن تلتمس له العذر. ولذلك يقول أحد التابعين: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه، إذا تأخر عنك ولم يأتي، إذا تصرف تصرفا لم تفهمه، إذا وهكذا. هذا يقع في العلاقات بين البشر كثيرة. إذا لم يكن عندنا من البداية حسن الظن بالآخر وأن نلتمس له الأعذار، سنقع في شقاء، كل يوم سنقع في صراع، لأن هناك كثير من تصرفات البشر التي قد لا نفهمها. إذن يحذرنا من سوء الظن، يحذرنا من الغيبة، يحذرنا من النميمة، يحذرنا من التجريح، من السب، من الشتم، من الاتهام. هذه كلها أمور خطيرة نتساهل فيها فيما بيننا، وكثير منها كبائر حذرت منها النصوص القرآنية والحديثية، وأخطرها ذنوب اللسان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لماذا؟ لأن ذنوب اللسان تشتت الجماعات، تفسد المودة والأخوة والمحبة، تفرق بين المسلمين، تنشئ الإحن والضغائن التي تبقى عقود من الزمان وليس فقط سنوات. ولذلك يجب أن نحذر منها، ذنوب اللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر الصحيح في الصحيحين، يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. خلاص، يعني اللسان مركزي فيما يخص الحفاظ على الأخوة والمحبة بين المسلمين، وبالتالي إنشاء الأمة المتضامنة الضرورية. لن أطيل في حديثي، أظن أني عبرت عن بعض همومي. نحن نريد أمة مسلمة متضامنة، نريد مسلمين حيثما كانوا يحب بعضهم بعضا، يود بعضهم بعضا، يعذر بعضهم بعضا، يتسامح بعضهم مع بعض، يتساهل بعضهم مع بعض، يساعد بعضهم بعضا. بهذا تنشأ الأمة المسلمة الحقيقية التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى، والتي توالت التوجيهات القرآنية والتوجيهات النبوية الشريفة للحث عليها والحض عليها، وهي التي ستصنع لنا كمسلمين كأمة مسلمة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ويهدينا لسواء السبيل ويبصرنا بعيوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرب قلوبنا وأن يجعلها على قلب رجل واحد وشخص واحد مسلم واحد، كأن نفكر بنفس التفكير ونسعى لنفس السعادة التي نريدها لأمتنا ولأبنائها، للمسلمين جميعا نساء ورجالا حيثما كانوا، متضامنين متحابين. والتحابب بين المسلمين شيء مهم جدا، التحابب بين المسلمين شيء مهم مهم جدا. وأنتم تعرفون بأن عين الرضا عن كل عيب كليلة، عين المحب الذي يحب إخوانه لا ينظر إلى بعض أخطائهم الصغيرة، لكن وعين السخط تبدي المساوية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني لا يرى العيوب وإنما يراها فيعذرها، ويراها فيهمشها، يراها فيتناساها، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولو لم يكن هناك عيب فأنك عينك تبحث عنه أو تخرجه. لا، يجب أن نكون مع إخواننا فيما بيننا كمسلمين بعين الرضا وعين المحبة وعين الأخوة. أسأل الله أن يديم أخوتنا ويديم محبتنا ويوفقنا لما فيه الخير ويهدينا لسواء السبيل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مغفورا، اجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.
اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا حاجة هي ركرة إلا قضيت. رحم الرحمن، اللهم تولى أمورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأرواحنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولا تزكية إلا بدون محبة للمؤمن، ولا تزكية إلا بدون ترك البغض وترك الحسد وترك النميمة وترك، هذه هي التزكية الحقيقية، بهذا تبدأ التزكية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا وبلدان المسلمين جميعا، اجعلهم بلدان استقرار، بلدان أمن، بلدان خير، بلدان بركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.